تيجي نتكلم شويه بقى الكوره كده. يلا جاي. في راي بيتقال مش عارف هتتفق حضرتك ولا هتختلف فيه، قال لك اللي يشيل المنتخب بكره وما يحسسكش ان لعيبتك ناقصه بدنيا لانها لسه راجعه من اجازات، كل اللعيبه المحترفين لازم تبدا بيها. ايه رايك في طيب الكلام ده؟ خلينا بقى ناخد الواحده واحده. يلا حسام حسن كل التوفيق ليه ان شاء الله باذن ربنا الله. يكرمه يا رب، انا بحبه على المستوى الشخصي جدا وبحترمه جدا، هو كابتن ابراهيم صراحه يعني الاثنين ادوا لمصر كتير والاثنين من علامات الكوره في مصر طبعا يعني. طبعا ربنا يا رب يكرمه يا رب ويوفقه بكره ان شاء الله، لان انا يهمني جدا نجاح الكابتن حسام او كان الكابتن ايهاب قبليه، كان يهمني جدا او ايا كان ايا حد مصر يعني، قصدك لانه نجاح مننا المدرب المصري صح؟ المدرب المصري طبعا الله ليك. مننا و فهمت. ده دي نقطة مهمة جدا جدا يعني، نجاح المدرب المصري دي نقطة مهمة جدا، فده يهمني جدا ان هو مننا يعني، فيهمني ان كابتن حسام ان شاء الله ربنا يكرمه بكرة وتبقى بداية خير ليه في التصفيات بتاعت افريقيا ان شاء الله ان شاء الله. كابتن حسام مضطر يعمل ده، مش بمزاجه. طبعا انا يعني شايف ان اللي طبعًا يشيلك بكرة المحترفين طبعًا. مش المحترفين، الاجهز، فهم هم الاجهز. ما انا جاي لك في الكلام يعني، هي بس المسمى ان هم محترفين عشان هم لعبوا بدري شويه او لعبوا ماتشات رسميه وريحوا اكتر، فهي دي النقطه على الاقل. على الاقل يعني على الاقل من وجهه نظري يبقى في 6-7 لعيبه اللي هم الناس اللي هم رجليهم في الملعب، هم اللي يبداوا بكره، وتقدر تغير حتى الناس اللي مش جاهزه بره يقدروا ينزلوا مع 20 الوقت. دقيقه او 30 دقيقه او 25 دقيقه، دي مش هتفرق كتير معاهم في جاهزيتهم في فتره الراحه اللي هم ريحوها دي. لكن خلينا نقول ان 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 كابتن حسام مضطر ان هو يعمل كده مش بمزاجه، لان هو بيدور على الاجهز، بيدور اللي يقدر يكمل 90 دقيقه. ما النهارده ما اقدرش انا النهارده اشتغل مثلا بخمس لعيبه بس من 11 جاهزين، فالسته دول مش هقدر اغير، لازم اغير، فمش هقدر اغير السته، فانا تغييراتي خمسه اصلا. فالفكره دايما طول الوقت ان انا هروح للجاهز، هروح لرجليه في الملعب، هروح يقدر ان شاء الله يساعدنا ونقدر نشتغل بصوره كويسه ان شاء الله بكره. ده رقم واحد. رقم اتنين الاهم برضو، ان الكابتن حسام بكره ان شاء الله باذن المولى عز وجل محتاج ان شاء الله يبقى التوفيق معاه، ان احنا النهارده باسلوبه هو بدفعه الجمهور بتاعنا ان شاء الله، شاء الله. انا متاكد ان شاء الله ان من بدري باذن المولى عز وجل، باذن المولى عز وجل لو كنا في حالتنا الطبيعيه ان احنا نقدر نجيب جول بدري، دي نقطه مهمه جدا جدا. طب يعني طب ما تيجي بقول لك نمسكها كده واحده واحده، ولا نبدا التشكيل، نحط تشكيل انا وانت 11 لعيب، نبدا حراسه المرمى. خلينا بس من الاسلوب الاول. طيب يعني نشوف الكابتن حسام بدل الاسلوب، هعرفه من هروح لك الاسلوب بس هعرفه من التشكيله اللي هتختاره. طيب انا وجهه نظر، يلا انا حاسس ان الكابتن حسام يشتغل بثلاثه. لا هنبدا بالشناوي، انا بعيد عن الاسماء. طيب هقول لك انا واركب لك عليهم الاسماء. طيب اوكي حاسس ان هو هيشتغل بثلاثه تحت. ثلاثه تحت يا اما هيحضر بثلاثه يا اما هيشتغل بثلاثه فلات. تمام. وغياب امام وجهه نظر انا من اللي انا شفته الكابتن حسام الماتشين اللي فاتوا، غياب امام ممكن يخلي يبقى ثلاثه فلات فيهم حمدي، مش عارف فتحي، عندي حمدي، محمد حمدي ليفت، محمد حمدي ويحط رامي وحجازي. يعني عندي احساس بالشكل ده، حط تريزيجيه بره خالص. ايوه. ويحط زيزو بره خالص. الاثنين بره الملعب، الاثنين في نص الملعب، حمدي فتحي والنني. اصل دول يامنوا الخمسه اللي فوق اللي هو زيزو وتريزيجيه، وثلاثه فوق صلاح و مرموش ومصطفى محمد. دي وجهه نظري انا. يعني ثلاثة أربعة ثلاثة. دي وجهه نظري يعني. تلعب بثلاثة ورا، ثلاثة فلات. لما كنا بنلعب في انبي كده كنا بنلعب بثلاثة فلات. زيزو بره خالص وتريزيجيه دول يشتغلوا الشوط الثاني بقى. وفي نص الملعب يبقى حمدي والنني وصلاح قدامه هو و حمدي والنني ولا حمدي ومروان؟ لا انا شايف انني اجهز ايوه، ممكن اكمل بمروان. تكمل بمروان لسه الكلام الاولاني اللي احنا قلناه، ان احنا محتاجين ان احنا نجهز اللعيبه الجاهزه اللي هي تقدر نشتغل بيها يعني. دي النقطه مهمه جدا. فانا بالنسبه لي مش عارف، حاسس ان كابتن حسام يقدر يشتغل بالشكل ده، لان كابتن حسام عايز يهاجم باكتر لعيبه ممكنه، زي ما عمل في ماتش بوركينا فاسو، وقدر تريزيجيه من بره خالص قدر يحل لنا. نفس الكلام صلاح طبعا بقيمته الكبيره جوه التيم، مصطفى محمد كتارجت لينا او راس حربه لينا مهم جدا جوه البوكس نقدر نشتغل حواليه، مرموش برده وجوده مهم جدا. ما قلتليش على ابراهيم عادل موجود. ما اللي الشوط الثاني انا بتكلم كل ده في الخمسه اللي انت ممكن تشتغل بيهم بعد كده. دول نقطه مهمه جدا. دي طيب. نقطه مهمه جدا يعني. انا لو كان امام موجود كان امام هيبقى اشتغل مكان حمدي وجهه نظري انا، وكان حمدي فتحي ولا كان ينزل يبقى تالي في نص يحضره بالثلاثه. يعني انا عندي احساس يعني ان انا شفت ماتش بوركينا على ملعبنا. ايوه. قدرنا نستثمر البدايه والدفعه الهجوميه كويسه جدا، وقدرنا نجيب جولين بدري فنقلونا نقله ثانيه. مين احسن مدرب في مصر؟ هي الاستمراريه.
محتاجين بس الاستمرارية الأداء، مهم جدا بكرة محتاجين استمرارية الأداء بس جوه 90 دقيقة.